وبعض الناس نظره نظر قاصر جدا، يقول أنتم تقولون مثل هذا الكلام وأنتم لا تريدون أن يقبل الناس على الخير. كلا، نحن نريد أن يقبل الناس على الخير ولكن بالطرق الصحيحة. فمثل هذه القصص لا تغذي قلوبا ولا روحا ولا تنمي عقلا، بل قد يصحبها، بل إنه يصحبها في كثير منها الضحك والترويح عن النفس. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين من يتصدر للقصص ومن يتصدر العلم الشرعي، اقرأ قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن القصص ما أسهل منها. أنا بإمكاني لما سألني بعض الأخوة بعض الأسئلة أخرج وألتقي بعض الأخوة وأقول: والله أنا كنت في الدرس وسألني أحد الطلاب بسؤال كذا، ثم أدخل في عبر وما شابه ذلك، ما في مزيد فائدة. ولذلك ماذا قال عز وجل؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فالشرع ثقيل، وكما أسلفت لو أن العلم الشرعي بهذه القصص ما تعبتم في المجيء، ما تتعبون.